أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية. استراتيجية جديدة لإدارة النباتات الطبية والعطرية خلال انعقاد مؤتمر تحت رعاية وزير الزراعة وبتنظيم من اتحاد الغرف الزراعية. وبينما تتجه مصر لبيع سندات باليوان، روسيا تخطط لاستئناف مبيعات السندات المحلية بالتوازي مع بيع سندات مقومة باليوان. السلام عليكم. برعاية وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي انطلقت فعاليات مؤتمر النباتات الطبية والعطرية الذي يقيمه اتحاد غرف الزراعة السورية تحت شعار الاستثمار الأخضر ويستمر على مدى يومين. تحت شعار الاستثمار الأخضر انطلقت فعاليات مؤتمر النباتات الطبية والعطرية في دورته الأولى ليكون منصة تجمع كافة الجهات المعنية الحكومية والقطاع الخاص لتوحيد الرؤى والوصول إلى استراتيجية وطنية تكون منهج عمل طموح لينتقل هذا المكون الهام من مكونات الاقتصاد الوطني إلى المكانة التي يستحقها. الكل مهتم بالنباتات الطبية والعطرية، يوجد منها كميات كبيرة، هناك ما يخطط له ضمن الخطة الانتاجية الزراعية كزراعة الكمون واليانسون وحبة البركة وعدد كبير منها، وهناك ما هو موجود بشكل طبيعي في الغابات والمروج والمراعي وفي منطقة البادي، وجميعها قابلة للاستثمار ويمكن الاستفادة منها. هذه النباتات ذات قيمة اقتصادية عالية إذا أحسن استثمارها، هي موجودة بالطبيعة أو تزرع من قبل الأخوة الفلاحين وفق الخطة الزراعية، سواء كانت تزرع بالطبيعة أو بالطبيعة بشكل طبيعي أو تزرع يجب أن يكون هناك خطة عمل من أجل البدء بزراعتها بشكل علمي ومنهج ابتداء من الزراعة وحتى التسويق، والأهم هو التسويق، أن يكون هناك أسواق داخلية وخارجية. هدفنا لتحقيق عائدية متوازنة للجميع، للمنتجين، للمستثمرين، للمصنعين، للمسوقين داخليا وخارجيا، بشكل علمي مدروس يحقق الفائدة للجميع. المؤتمر يناقش ثلاثة محاور رئيسية وهي المحور الزراعي والصناعي ومحور الصناعات الدوائية والصيدلانية، حيث سيتم تقديم أوراق عمل من قبل مختصين من جهات عدة يتم تحديدها من قبل لجنة متخصصة لهذه الغاية. يجب أن نضع أسس حقيقية للاستفادة من هذه الأنواع النباتية وإدخالها في حيز الصناعة، وبالتالي هذه تدر اقتصاد وتدر دخل لفلاحينا ولمواطنينا بشكل جيد، ومن خلال هذا الدخل ممكن نحن نطور في كثير من الصناعات الداخلية. سوريا بتمتلك بميزة معينة بهذه الأرض، جزء منها نستورده، لكن نحن بحاجة إلى تنظيم هذا المجال والعمل وتشجيع القطاع الخاص وخصوصي الحيزات الصغيرة. مثل ما بنعرف نحن بمناطق كتير كبيرة، نحن عنا بالقرى نقدر نستفيد من مساحة 100 متر والميتين متر و300 متر. هذا موضوع توعي وتشجيعي، وهذا الشيء بيعود لنا بموضوع أهمية هذا النبات، لا نقدر نطلع منه من بداية الزراعة إلى الموضوع التسويقي. نحن خدنا بالفترة الماضية تجارب حقيقية بهالموضوع، هذا استخدام أدوية كيمياء ذات منشأ نباتي، أدوية عشبية ذات منشأ نباتي. هذا التوجه موجود بأغلب دول العالم، هو استخدام صحيح والابتعاد عن مواد كيميائية من لأنه بتسبب أثر متبقي، تمالات يعني هي التمالات الدوائية الموجودة ممكن تأثر بشكل غير مباشر على الإنسان. تعتبر سوريا بغناها وتنوعها الحيوي النباتي والحيواني نتيجة ما تملكه من تنوع توبوغرافي ومناخي من الدول التي تمتلك ميزة نسبية عالية من خلال إنتاجها للعديد من الأنواع والأصول النباتية ولا سيما الطبية والعطرية. عقد المجلس السوري الإماراتي اجتماع هيئته العامة بدمشق، حيث تركز الاجتماع حول خطة عمل المجلس في المرحلة القادمة والتي تتضمن تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا والإمارات وإقامة شراكات اقتصادية.
هذا وأكد رئيس المجلس غزوان المصري أهمية السعي لزيادة عمليات التبادل التجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية بين البلدين، إضافة إلى تشجيع رجال الأعمال السوريين والإماراتيين على الاستثمار في سوريا، داعيا إلى الاستفادة من ريادة دولة الإمارات في مشاريع الطاقة البديلة وتفعيل قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والصحة، بما ينعكس بشكل إيجابي على شعبي البلدين ويضمن توفر المنتجات بأسعار مقبولة وبجودة مضمونة. زودت السورية للاتصالات فرع ريف دمشق منذ بداية العام الجاري ب 13 وحدة نفاذ ضوئية وأربعة مواقع لمشروع Fixed LTA بأنظمة الطاقة الشمسية لتغذيتها بالكهرباء المولدة منها أو المولدة منها في عدد من قرى ومناطق المحافظة، وذلك ضمانا لاستمرار خدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت خلال ساعات التقنين الكهربائي. وأوضح مدير الاتصالات في ريف دمشق المهندس حسين العويتي إن تزويد الوحدات بأنظمة الطاقة الشمسية يساعد قدر المستطاع بتخفيف معاناة المشتركين من انقطاع الاتصالات في أوقات التقنين الكهربائي مقارنة بالمولدات التي تحتاج إلى صيانة دائمة وتزويد بالوقود. يشار إلى أن وحدات النفاذ الضوئية هي منصات لتقديم الخدمات الاتصالات والإنترنت يتم تركيبها خارج مركز الاتصالات وترتبط معه بكيبل ضوئي، فيما تؤمن تقنية الفيكس LTA اللاسلكية خدمة الهاتف والإنترنت معا، وتستغني عن الشبكة النحاسية وذلك في المناطق المحررة التي لا تتوفر فيها بنية تحتية. عربيا، تتجه مصر إلى إصدار سندات دولية باليوان الصيني في الوقت الذي أجلت فيه إصدار صكوك سيادية طال انتظارها بسبب أسعار الفائدة المرتفعة. أما عالميا، تخطط روسيا لاستئناف مبيعات السندات المحلية بعد توقف دام 6 أشهر، كما تخطط لإصدار سندات مقومة باليوان الصيني. وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ، فإن السندات المقومة بالروبل من المحتمل أن تعود إلى السوق في النصف الثاني من أيلول سبتمبر عام 2022. كما أشار التقرير إلى طرح سندات اليوان سيتم لأول مرة في السوق الروسية في العام المقبل. هذا وحددت الصين المعدل المرجعي اليومي لليوان عند مستوى أقوى من المتوقع لليوم الرابع، بعد أن تراجعت العملة الخارجية إلى أدنى مستوى لها في عامين، على خلفية تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي. بنك الشعب الصيني حدد القيمة الثابتة ب 96 نقطة أقوى من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرغ بين المحللين والمتداولين. أعلن وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين عن موافقة الحكومة على استخدام وتعدين العملات المشفرة. وأوضح رضا فاطمي أمين أنه تم في الأسابيع القليلة الماضية تمويل أول شحنة استيراد في البلاد بعملة مشفرة، لافتا إلى أنه يمكن منذ الآن فصاعدا استخدام العملات المشفرة للواردات. هذا ولامست عملة البيتكوين المشفرة مستوى 20,000 دولار بعد تراجع كبير في سوق العملات المشفرة مدفوعة بمخاوف رفع الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة. في سياق منفصل، دعا المستشار النمساوي كارل نيهامر الاتحاد الأوروبي إلى فصل سعر الكهرباء عن سعر الغاز لتجنب ارتفاع أسعار الكهرباء، مؤكدا أن المسألة ستكون في صلب اجتماع طارئ قريب. وأشار نيهامر في بيان إلى أنه يجب إيقاف الجنون الحاصل حاليا في أسواق الطاقة، مؤكدا أن التحرك المضاد لارتفاع الأسعار يجب أن يكون على المستوى الأوروبي. وفي سياق ارتفاع أسعار موارد الطاقة على المستوى الأوروبي، أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيلا الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي أنه سيعقد اجتماعا طارئا لوزراء الطاقة بموافقة المفوضية الأوروبية.
مشاهدينا، اخبار الاقتصاد انتهت وعوده الى وفاء. شكرا، يعطيك العافيه.